معرف بأداة التعريف. صح. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيهن نمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخل بلمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر لا وحذفه سيان وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب أن كالعقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضف أو جبه في غيره ما قد حذفه. قال ال بكامل يا حرف تعريف كما ان من بكامل يا حرف جر. هذا راي لبعضهم السيبويه وشيخ الخليل. وقال غيرهما قالت حرف تعريف اللام والهمزه همزه الوصل. ودليل السيبويه دليل الخليل رحمه الله تعالى قال اذا قدرنا ان الالف زائده الالف في اللغه العربيه لا تزاد اولى تزاد ثانيه نحو كاتب وثالثه نحو كتاب وثالثة نحو حبلى ورابعة وخامسة وسادسة لكن لا تزاد الألف أولى. وقال المخالف لهما قال أداة التنكير حرف واحد وهو التنوين فلتكن أداة التعريف حرفا واحدا وهو اللام. واضح هذا رأي ولا طائل عنه. فنمط عرفت قل فيه النمط نمط نوع من البسط إذا أردت أن تقول نمط قل النمط أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الرسول إذا أردت أن تعرف انما طمع وتقل بين ورجل في الرجل. قال رحمه الله وقد تزاد لازما بل تكون زائدا وزياده على نوعين تزاد زياده لازمه قارنت وضع الاسم الاسم وضعه فيه الزائده لا تنفك عنه كالاسماء الموصوله الذين واللاتي واللذان وضع الاسم وفيه لكنها زائده وكذلك اللات المعروفه الطاغيه المعروفه والعزى والسموات واليسع وضعت فيها الزائدة قارنت وضع الاسم فزاد لازما كاللاتي والآن الآن لا تنفك عن والذين كما قلنا في الأسماء الموصولة ثم اللاتي والاضطرار تزاد للاضطرار لو لم يزدها الشاعر لا يزين البيت رأيتك لما أن عرفت وجوها لا صددت وضدت النفس لا صدد يقول ضدت نفسا التمييز عند البصرية لا يكون إلا نكرة لكن زاد المضطرة ولقد جنيتك أكمؤا وعساقرا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر اسمها بنات أوبر ممنوعة من الصرف للعالمية وزن الفعل لكن وضع لها الاضطراب كذا وضبت النص يا أخي صلى وبعض الأعلام عليه دخل لنحو الأصل في العالم أن لا تدخل ال لا تستطيع أن تقول في مكة المكة وليس تقول في زيد الزيد الاسم لا يجمع عليه بين معرفين والعلم معرف بالعالمية لا ولذلك المضاف لا يعرف بال غلام زيد لا تقول الغلام زيد لأن الغلام تعرف بزيد فلا يضاف يجمع عليه بين معرفين ومع ذلك بعض الأعلام تدخل على ال لأنه نقل في الأساس مما يقبلها كالفضل الفضل في أصل مصدر المصدر يقبل ال تقول هذا فضل وتقول هذا هو الفضل فلما نقل الاسم من المصدر قبل ال والباب سماعي لا يجوز قياس محمد صلى الله عليه وسلم منقول ولا تقول محمد خالد منقول ولا تقول خالد فالباب سماعي على العرب تقول الحسن سمع مكان الحسن سمع الضحاك سمع الحارث سمع العباس سمع الفضل هذا نقوله وبعض الأعلام عليه دخل إلى لمح ما قد كان عنه لأنه مدموع فيه أنه نقل كالفضل والحارث اسم فاعل والنعمان النعمان أكون سهرا النعمان اسم للدم فذكر ذا وحذفه سيان تستطيع أن تضيف أل أو تحذفها لا حرج عليه تقول جاء عباس وجاء العباس معظم العالمية أما نقول عنه ممكن يكون مصدر أو اسم فاعل أو صيغة مبالغة كضحاك وعباس صيغة مبالغة وقد يصير علما بالغلبة قال يصير الاسم علما على بعض ما يصدق عليه على بعض من يصدق عليه تقول ابن عمر وهو عبد الله ولعمر ابناء كثيرون وتقول ابن عباس ولعباس ابناء كثيرون ليقيل ابن عباس صرفت الى عبد الله وتقول ابن عمرو ولعمرو بن العاص رضي الله عنه ابن غيره انا اقول وقد يصير غلبا على الله مضاف او مصحوب ال تقول المدينه وهي المدينه النبويه حرسها الله تعالى وتقول الكتاب يقيل الكتاب العربيه ينصر الى كتاب السيبويه رحمه الله تعالى وتقول العقبه الاصل والطريق في الجبل لكن يقيل العقبه فهي مدينه معروفه من الشعر وتقول الصاعق رجل معروف بظاهر مكه اصابته صاعقه سب الريح فاصابته صاعقه صار عبد الصاعق النجم تقال للثريا وفي السماء نجوم كثيره
المعنى قريب، وقد يصر على بالغلب على بعض من يصدق عليه، مضاف ولو مصحوب وان كالعقبه، وحذف الذي تنادي او تضيف اوجب. اذا ناديت عليك ان تحذف الذي، تقول يا عباس يا عباس يا صائق، او تضيف تقول مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول كتاب السيبويه. ولبعضهم ثلاثه مثلان منها اجتمع اضافه وتنوين مع ثلاثه متناثره لا يجتمع مثلا، وقد حذف الذي تنادي او تضيف. وفي غيرهما قد حذف سمع حذفها لغير نداء ولا اضافه. سمع من كلام العرب هذا يوم اثنين مباركا فيه، يوم اثنين حذف عدد من الاثنين رحمك الله. سمع من كلام هذا عيوق طالعا، العيوق رجل في السماء معروف.